عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج العقرب. برج العقرب صلوا على الحبيب. تاريخ الفيديو بتاعكم 16 يونيو. تاريخ الفيديو بتاعك يا برج العقرب 16 شهر 6. ده قراءتك الفترة دي يا برج العقرب. القراءة مفتوحة عامة لحد ما تاخدوا القراءة، لحد ما تاخدوا الطاقة بتاعتكم. يلا انزلوا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل ونشوف مع بعض قراءتنا ونشوف اخبارنا الفترة اللي جاية، لان انت بالك مشغول او انت بالك مشغول. اي حد من برج العقرب حرفيا بباله مشغول وبيمر بضيق، بس من خلال قراءتنا هتكون طاقة ايجابية. ولو ظهر الفيديو قدامك اتأكدوا ان انتم محظوظين، علشان قراءتكم باذن الله هتكون طاقة فرح. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. الفترة دي انتوا تعبانين، عندكم كرب بتمر بيه، عندكم ضيق شاغل بالكم او ضيق من اللي حواليكم، مضغوطين. انتوا الفترة دي شاكين في حاجات كتيرة جدا، في ضغوط نفسية من ناس حواليكم. انتوا اتعورتوا، في جرح، في دم، في جرح عندكم، جرح في ايدكم، حصل جرح فجأة اليومين دول، مش ليه ذكرى ولا الكلام ده كله، اليومين دول حرفيا في جرح في ايدكم او في رجلكم. الجرح ده ما تعرفوش يعني، انتوا وقعتوا اتخبطتوا حصل حاجة فانتوا في جرح. كمان انتوا بتمروا بضيق من ابراج ترابية، مفيش عدم استقرار ولا تفاهم مع ابراج ترابية، والابراج النارية اللي حواليكم بتلعب بيكم. فانتوا من اذكيائكم هتكتشفوا حاجات كتيرة جدا. حصل بينكم ما بين حد في اختلافات، ما بينكم في امور انتوا بتدوروا على راحة البال وبتدوروا على الاستقرار، لكن مفيش ود الفترة دي بينكم ما بين ناس معينة. في حد موجود في حياتكم الفترة دي اذيكم. عندكم حروف الالف والميم والنون والحاء واللام، الحروف دول بيلعبوا بيكم، خدوا بالكم منهم. لا اما بيلعبوا بينكم، لا اما بيظلمنكم، لا اما اخدين فلوسكم، احذروا منهم. انتوا الفترة اللي جاية هتكتشفوا اكتر من حاجة على حقيقتها، لان هتوصلوا للطاقة الايجابية اللي انتوا هتوصلوا لها، وفضل ربنا سبحانه الله وتعالى في اكتر من طريق خير. في حد عايز يدمركم، لكن انتوا مش هتتدمروا، لان انتوا نفسيتكم تعبانة، فبالتالي هتبدأوا تفوقوا وهتطلعوا من اللي انتوا فيه واحدة واحدة. عندكم شراء ذهب، شراء حاجات جديدة هتشتروها، او في بيت الله اعلم، في حاجات هتشتروها وهتتكتب باسمكم، وهتكونوا مبسوطين جدا، لان ده هيكون بعد التعب اللي انتوا وصلتوا له. في صداع مستمر على طول بيجي لكم، ودايما وجع في سنان او وجع في الجسم. انتوا ما بقيتوش تهتموا باللي حواليكم، بالعكس انتوا بتهتموا بنفسكم، وعشان كده عايزين تغيروا حياتكم. واكيد اول حاجة هتعملوها هتطلعوا من العزلة، هتطلعوا من الخيالات وربط الاحداث اللي عندكم. ووجع الرجلين او وجع الجسم ده بيدل على الحسد الشديد اللي في حياتكم، حسد، غيرة، حقد من اقرب الناس ليكم. انتوا اهل الشريك دايما كان محطوط عليكم. انتوا الفترة دي عايزين تسافروا، عايزين تمشوا، مش طايقين الناس اللي حواليكم، وده ليه؟ بسبب ان انتوا دايما كنتوا بتقعوا في خزلان، نفسيتكم متدمرة حرفيا بسبب الناس اللي حواليكم، او بسبب ان الناس اللي حواليكم فعلا عرفت تدخلكم في اللي انتوا وصلتوا له.
كمان انتوا دايما بتحسوا بانتفاخ في البطن، ضربات قلب سريعة، دايما كل ما بتسمعوا قرآن او تيجوا تصلوا بتحسوا ان انتوا عايزين تناموا، عايزين تمشوا، عايزين تهاجروا، بتحسوا بتكتئبوا كتير، في حاجات مش مفهومة عندكم. انتوا عايزين تمشوا من الشريك، او حصل عندكم اكتر من انفصال في حياتكم العاطفية، حصل اكتر من فشل، حصل عندكم زواج وما كملش او بعدتوا، انتوا بتحاولوا دايما تنفصلوا لان الشريك بيحب يسيطر وبيحب يوريكم حاجات غريبة. انتوا حاسين ان انتوا واقفين زي الجبل، لكن انتوا في حاجات كتيرة جدا تعباكم، مريتوا باحداث كتيرة جدا اذتكم، وما كانش في اي حد اداكم طاقة ايجابية، لكن انتوا رجلكم ما زالت واقفة على الارض الصلبة، والارض الصلبة دي جبل، انتوا دايما بتقولوا احنا جبل مفيش حاجة تهزنا. في أمنية بتدعو ربنا دايما إن هي تتحقق، في واحدة ست، الست دي مش حلوة، الست دي قصيرة، تخينة، قمحوية، بتحاول إن هي دايما تظهر بشكل أنيق، بس هي نيتها خبيثة، موجودة في حياتكم وهي مش لطيفة، ومن أبراج مائية. انتوا رميت الماضي ورا ظهركم وبدأتوا تبصوا للحياة بشكل مختلف، في حاجات صعبة مريتوا بيها والحاجات الصعبة دي جمدتكم اكتر او خلتكم اقوى اكتر، خلتكم اشخاص مختلفة اكتر، خلتكم تبصوا للحياة بشكل مختلف. ليه؟ علشان عرفتوا تطلعوا من اللي انتوا فيه. انتوا اتصدمتوا صدمة كبيرة من اقرب الناس ليكم، عايزين تاخدوا حقكم لان في باب كل ما تدقوه يتقفل، بس حان ان هو يتفتح، وهيتفتح بسبب مساعدة حد جديد هيدخل حياتكم. انتوا مش عارفين تاخدوا حقكم من الناس حواليكم، مش عارفين تعفروا لان ساكتين وبتقولوا الصبر. انتوا روحانياتكم عالية، وطول ما روحانياتكم عالية مش هتقعوا ابدا. في حد من ابراج من برج الحمل بيحبكم وعايز يساعدكم، لكن انتوا ما بقيتوش تهتموا لاي حد. انتوا ايه مشكلتكم؟ ان انتوا كل ما تطلعوا من مشكلة بتدخلوا في مشكلة، تطلعوا من مشكلة تخشوا في مشكلة، تطلعوا كده، كذلك الامر ده على طول عندكم. لكن في بعض الايام عندكم حلو. كمان انتوا هنا منتظرين، لاما داخلين على مشروع حلو هيفرحكم، لاما طاقة فرج. في برج الجوزاء انتوا بعدتوا عنه وانفصلتوا، وفي خصام، او في انتوا مش يعني، لاما برج الجوزاء مش مصدقكم، لاما انتوا مش مصدقين، في حاجات بينكم ما بين ابراج هوائية، ومفيش عدم ثقة لأن في حاجة غلط حصلت. طيب ربنا هيديك من خيرات، بس استغلوا الفرصة. انتوا ممكن تكونوا في غربة ومقدمين على حاجات، في اتصالات عندكم، البعض منكم عنده مقابلة أو لقاء أو شغل جديد أو حاجات جديدة. من على الرغم ان انتم محتاجين حاجات تفرحكم، لكن الامور مقلوبة، يعني الامور متشقلبة رأسا على عقلا، يعني الامور فيها عكس، فيها ضغوط، في حاجة عندكم مقلوبة وانتم مش فاهمينها. في ناس موقعاكم في عذاب، والناس دول حواليكم عيونهم راشقة في حياتكم، ومادام ما هي راشقة انتوا هنا مخنوقين. في امتياز حد هيقوله لكم، حسبنا الله ونعم الوكيل، انتوا بتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ذكرياتكم انتوا مريتوا بيها، لان الذكريات دي
شغل تفكيركم بشكل كبير جدا. انتوا نفسكم في حاجات كتيرة جدا وعايزين تحققوها. كمان عندكم واحدة بومة، الواحدة البومة دي انتوا حبيتوها جدا، او خيانات اكتشفتوها من الاصدقاء اللي حواليكم. الاصدقاء اللي حواليكم مفهومش ايجابيات، مفهومش خير، مفهومش ثقة. انتوا على طول مركز حنان للي حواليكم، على طول مركز ثقة وطاقات فرج للناس اللي حواليكم، لكن بعض الطاقة السلبية موجودة في حياتك وما زالت موجودة. ممكن يكون حد بيعافر معاكم من أجل مصلحته، بيعافر معاكم من أجل الآخرين اللي حواليه، لكن انتوا عندكم احساس دايما ملازمكم ان انتوا مظلومين وان انتوا متعصبين طول الوقت بسبب عصبية، وفي حد ضاغطكم نفسيا، حد عايز ياخد منكم فلوس، حد ضاغطكم حرفيا، انتوا مضغوطين وزي ما قلت بتمروا بضيق. طيب انتوا في زواج عندكم، او في عريس متقدم، او في حاجة تخص الزواج، انتوا مش موافقين او حيرانين او خايفين، في خوف عندكم من ناحية الزواج، وفي حاجات بتحصل معاكم وانتوا مش فاهمينها، لكن ان شاء الله بإذن الله في امور هتبدأ تتظبط. انتوا في حقوق هترجع لكم من ناس انتوا عملتوهم بما يرضي الله، لكن في النهاية ردوا عليكم العكس، ما ردوش الجميل اللي انتوا اكرمتوهم بيه. الفترة اللي جاية في اكتر من حاجة هتحصل معاكم هتظبط لكم اموركم. انتوا مازال وهتفضلوا طول عمركم تستفادوا من الناس اللي بتأذي فيكم، يعني مش هتستفادوا في ان انتوا تعملوا زيهم، لا، بتستفادوا ان انتوا ما تتعاملوش بحب وبطيبة معاهم. خدوا بالكم، لان انتوا عشتوا في الماضي بأذى، والفترة دي فترتكم لتثبتوا رجلكم على ارض الامان. خرجتوا ناس كتيرة جدا من حياتكم، طردتوها، لاني بدأتوا تحسبوا لإما خيانة وطردتوهم، لإما خذلان ومشيتوهم. طيب انتوا مش هتستسلموا، مفيش استسلام عندكم، لكن في ناس حواليكم بتحبكم وانتوا جايين عليهم، انتوا ضاغطينهم، او انتوا في ناس مش حاسين بحبهم، وده بسبب ان انتوا اتخذلتوا، بسبب ان انتوا من صغر سنكم وانتوا عندكم حالة نفسية مأثرة عليكم. في حنان، انتوا طالعين على الدنيا ما لاقينش الحنان ولا الحب، يعني انتوا عندكم عقدة من صغركم وبتطلعوها على اللي حواليكم اللي هم بيحبوكم، لان انتوا مش شايفين الحب في عين اي حد. انتوا دايما بتقعدوا وتقولوا احنا من صغرنا ما شفناش حب، فبالتالي مش يعني خلاص احنا حاسين ان احنا كده حياتنا. انتوا عندكم كارما من جزء اللي من ظلمكم، بس اهدوا وما تضيعوش الناس اللي بتحبكم من حياتكم. انتوا مخنوقين وعايزين تتحرروا، عايزين تطلعوا من علاقة مقيداكم، من حاجات اذياكم. انتوا اخدتوا درس من حد ومستحيل تنسوه، في تحرير بس في عقبة موجودة. العقبة الموجودة دي مخلياكم كل ما خلاص تنووا تتحرروا بترجع لكم تاني، وبتاخدكم ترجعكم من، يعني لو انتوا طلعتوا السلم خلاص وصلتوا على اخر درجة، حد بينزلكم خالص، لان انتوا بتمشوا بالقلب ما بتمشوش بالعقل، عاطفيين جدا، وده سبب العاطفة اللي انتوا بتتعاملوا بيها ايه، لان انتوا مفيش حد كان حنين عليكم ابدا. فانتوا بإذن الله، بإذن الله في طاقات ايجابية. كمان انتوا ناويين تخرجوا وتستمتعوا بالحياة بأشكال مختلفة، في خير قادم، وفي طاقات فرج، وفي حب جديد، في مساعدة انتوا هتاخدوها من حد،
كبير في السن بيدعي لكم، والحد الكبير في السن بيدعي لكم ده هيفرج همكم وهييسر حياتكم. انتوا مش حاسين بالامان في الناس اللي حواليكم، مش حاسين بالامان في الناس اللي بتاكلوا معاهم عيش وملح. عايزين تحسوا بالامان، تحسوا بالاستقرار، تحسوا بالراحه، تحسوا بالامور المستجده. في كمان حد موجود في حياتكم مش حاسين من ناحيته بالثقة ابدا، حاسين ان هو كذاب، ومهما يحلف لكم ويقول لكم انتوا حاسين ان هو كذاب. انتوا عندكم طاقة خوف، وطاقة الخوف دي من حد مش فاهمين الدنيا فيها ايه. انتوا خايفين جدا على حب، خايفين على اولاد، خايفين على اب وام، الله اعلم. في حد ناولكم نية مش كويسة من حوالي سنة، حد مقاطعكم، حد ما بيكلمكمش، حد في امور مختلفة، في حد اخد منكم اولاد، او انتم مجروحين جرح وبينزف. في امور عندكم معاكسة، انتم بتحاولوا توصفوا حياتكم فيها ايه، بس انتم باذن الله في امور هتبدأ تتظبط واحدة واحدة. في يوم الفترة اللي جاية هتدعوا ربنا فيه وباب السماء هيكون مفتوح، ففي صلح لعلاقات او في قعدة، في حد هيجيبكم وهتقعدوا مع حد وهيحصل صلح. حرف العين والواو والزين، الحروف دول في ايه بينكم؟ او في ايه الكلام اللي ما بينكم؟ في حاجة، لاما انتوا بتحبوهم، لاما في حاجة بينكم ما بين التلات حروف دول. انتوا بتقولوا خلاص احنا هنبدأ نبان عكس ما احنا الناس شايفانا، خلاص احنا ما بقاش فينا طاقة نستحمل اوجاع اللي حوالينا. انتوا مش عايزين حد في حياتكم، مش عايزين حد يأثر عليكم، مش عايزين تسيبوا حقكم لحد، وعايزين انتوا تاخدوا حقكم بنفسكم، ولا هتدخلوا حد ولا هتشوفوا حد. انتوا بالعكس عندكم قوة هتاخدوها قوة خارقة، وهتكونوا مبسوطين جدا، لان انتوا يعني هتعرفوا مين اللي مضايقكم وبيلعب بيكم. بسم الله ما شاء الله عليكم. طيب انتوا هنا الفترة دي في رجوع ليكم، او في كلام وربنا هيسر امركم. الصحة هتعالجوها، انتوا شاطرين جدا. انتوا عايزين تمشوا من الدنيا كلها ليه؟ عشان في طريقين كلهم عقبات في حياتكم. انتوا معروفين بالذكاء، معروفين بالطاقات الروحانية العالية، بالحنان والحب، لكن الحياة مش مدياكم اللي انتوا محتاجينه. انتوا محتاجين تبذلوا مجهود شوية اكتر لتوصلوا للهدف بتاعكم. تفكير زايد وفي تهور عندكم، وده اذيكم. عندكم طاقة حلوة، والطاقة الحلوة دي هتكون خير على جميع الاوضاع. انتوا عندكم حد بيحبكم وبيعزكم، لكن مش عارف يبدأ معاكم ويتكلم معاكم ازاي. ظلمتوا حد، او انتوا حد وصل لكم حاجة عن حد وصدقتوه من غير ما تسمعوا الطرف التاني، وده بيدل ان انتوا ظلمتوه، وعشان كده عايزين تصلحوا الغلطة اللي انتوا غلطوها، او في حاجة انتوا ندمانين عليها. انتوا دايما بتكلموا في ربنا وبتقولوا يا رب احنا مالنا. خلي بالكم ان انتوا الجمال عندكم بدأ ينزل، وده بسبب سحر التوشيش على الجمال بتاعكم. انتوا في حد بيراقبكم، لكن انتوا في قرار هتاخدوه، القرار ده انتوا حاليا بتمروا بيه. انتوا مريتوا بانهيار عصبي، عندكم محضة طويلة، مرات اخ او مرات اب ما بتحبكمش خير ابدا،
وبتسلط عليكم ناس كتيرة جدا، وبتحكي عليكم كلام مش كويس. طب انتوا عملتوا لحد بلوك وانتوا متعلقين بيه، او في حاجة انتوا خدتوها ندمتوا، في ضربة مأثرة عليكم لحد الآن؟ افرحكم واقول لكم ان في هدية حد هيجيبها لكم انتوا ما توقعتوش ابدا الهدية دي ايه سببها. انتوا عندكم تجمع حلو وخير وانتصار، بس لازم تشتغلوا على صحتكم. انتوا هنا واقفين، واقفين بسبب الالم اللي في المفاصل، وهتكشفوا وهتاخدوا علاج. في قصة انتوا مش فاهمينها، انتوا عايشين في حاجة ومحبوسين او مقفول عليكم الباب، مش فاهمين اللي بيحصل معاكم. انتوا بتراضوا كل اللي حواليكم، لكن مفيش حد بيراضيكم من زمان، وانتوا حاسين ان حياتكم منتهية من زمان، وانتوا حاسين ان انتوا الفترة دي في امور مختلفة، في اكتر من رسالة، في اكتر من حاجة، بس ما ترموش ودنكم لحد. انتوا بترموا ودن، او انتوا بتسمعوا للي حواليكم، وده في حد ذاته بيرجعكم لورا. انتوا في نكد وفي دراما مش فاهمينها، او انتوا في قصة مش مفهومة. في اكتر من متاهة عندكم، في اكتر من خوف عندكم، في اكتر من ضغوط عندكم، في اكتر من حاجة عندكم انتوا مش عارفين تفهموها ولا توصلوا لها ازاي. انتوا حرفيا عايزين تاخدوا قرار الطلاق، لكن واقفين وفي حيرة. طيب انتوا نفسيتكم اتدمرت بسبب ايه؟ بسبب خذلان وبسبب سحر، والسبب كان الاهل. ضحيتوا عشان الناس، لكن الابواب اتقفلت بسبب ان انتوا دخلتوا في حرب، والحرب ده حسيتوا ان هو هينصركم، لكن انتوا قفلتوا على نفسكم ببان. انتوا رديتوا رديتوا الكلام بالكلام، وده كان اكبر غلط عملتوه واكتر حاجة ندمتوا عليها. مفيش حد بيصون اللي انتوا فيه، انتوا ملفتين لانتباه الاخرين بجمال، باناقة، برشاقة، بطاقة، بلبس، بامور. في حاجات انتوا لافتين انتباهكم للناس اللي في حياتكم، وده ظلم. في ارتباط عندكم وخير قادم على حياتكم، او هيبقى فيه لقاءات جديدة. انتوا دخلتوا في اكتر من حاجة، لو انتوا لسه مرتبطتوش فانتوا عندكم خير، ولو انتوا حاليا خايفين وحيرانين عندكم طاقات توتر وطاقات سلبية. انتوا في فتحة خير عندكم، وفي استقرار بمشيئة الله سبحان الله وتعالى. الاستقرار ده طبعا من بعد ما فشل مليون علاقة عاطفية، اذا كان ارتباط او زواج، ما كانش فيه استقرار ابدا. وزي ما قلت بسبب السحر، انتوا عندكم سحر دمركم واذاكم اغلبكم. بعدتوا ليه؟ بعدتوا علشان انتوا بتدخلوا في علاقات نرجسية. الشخص النرجسي بيأذيكم وبيتعبكم في العيشة معاه، وانتوا بتضطروا تستحملوا لان في حاجات ضغطاكم غير الشريك، فلازم انتوا تحلوا المشاكل اللي في حياتكم. انتوا عايزين تسافروا ومش عارفين اذا كان القرار ده صح ولا غلط، او مقدمين على السفر ومستني ومش عارف لسه ما تردش عليكم. في حاجات انتوا حيرانين فيها. طيب انتوا في حاجة عايزين توصلوا لها الفترة دي ومخلياكم مستنيين بأي طريقة. البعض منكم واقف وحيران، حيران في اكتر من طريق ضغطه. انتوا كمان في حاجة هتتبرعوا بيها، او في حد هيكلمكم هيدي الله اعلم، في حاجات كلام يخص فلوس، والكلام اللي هيخص فلوس ده انتوا هتمشوا بما يرضي الله. طيب الناس بتبصلكم ومش سايباكم في حالكم، وبتأذيكم من اقرب ماليكم. انتوا في حاجة ناقصاكم، رغم ان انتوا بتكملوا نفسكم بنفسكم، بس في حاجة ناقصاكم.
انتوا بتتابعوا روحانيات الفترة دي، او بتتابعوا حد بيديكم طاقة ايجابية، بتتابعوا حد بيحاول ان هو يقف معاكم وييسر لكم همكم. انتوا مشكلتكم ايه؟ ان انتوا عندكم سوء حظ، سوء حظ في عدم اختيارات الناس الصح. بتاخدوا ناس، تختاروا ناس غلط، بتختاروا ناس تتعبكم ومعازيكم، رغم ان انتوا بتختاروا احسن لبس وبتختاروا احسن الاماكن وبتختاروا كل حاجة صح، لكن اختياراتكم في الناس غلط واكبر غلط، وده بينزف منطقتكم وبيأذيكم. طيب انتوا في حد من ابراج من برج الميزان بيحبكم وخايف عليكم وبيدعي لكم دايما، لكن انتوا في طاقات توتر. انتوا هو السحر اللي ملخبط على حياتكم. انتوا عندكم عودة غايب الفترة اللي جاية، والسفر اللي انتوا هتاخدوا فيه القرار ده خير، السفر خير ليكم، ما تقلقوش ابدا، لان القلق بتاع السفر محيركم وتعبكم وضغطكم في اكتر من حاجة، والسفر اللي انتوا لازم تاخدوه ده هيكون فرج ليكم وحسن حظ من عند ربنا، لان انتوا شفتوا هموم كتير، اتخذلتوا كتير، اتوجعتوا كتير، ما لقيتوش حب، ما لقيتوش حنان، ما لقيتوش ثقة في الاخرين، وعلشان كده قررتوا ان انتوا تمشوا، قررتوا ان انتوا تبعدوا. وقرار المشيان عن الناس اللي حواليكم ده اصلا في حد ذاته طاقة فرج ليكم وخير من الناس اللي حواليكم. انتوا بشوشين جدا، يعني المكان اللي بتدخلوه بتدخلوه بطاقة ايجابية، بتدخلوه بطاقة كده، ما بتبقوش عارفين، الدنيا بتبدأ تلعب معاكم مجرد ما بتدخلوا المكان، وبتلاقوا المكان اللي انتوا بتدخلوه العيون كلها عليكم. ليه العيون كلها عليكم؟ لان انتوا بتدخلوا وانتوا واثقين في نفسكم، فثقتكم على طول بتتوزع على اللي حواليكم. مجرد ما بتتوزع على اللي حواليكم بتلاقي كل واحد بيسيب اللي فيه له ويبص عليكم. واكتر سؤال بتقولوه في بالكم اول ما بتدخلوا مكان جديد او مكان مختلف، بتقولوا هي الناس كلها بتبص لنا كده ليه؟ بتبص لكم لان روحانياتكم بتتوزع في ثانية على المكان وبتلفتوا الانتباه فورا، وده حاجة بتخلي العين تأثر فيكم بسرعة ودايما تصيبكم على طول، لا اما بالحسد، وعشان كده في حاجات ما بتكملش. يعني لو انتوا خارجين فرحتكم ما بتكملش، في حاجة عندكم ما بتكملش، وده لازم تهدوا وتهدوا اعصابكم. يا رب قراءتنا تكون خفيفة على قلبكم وعجبتكم، انزلوا باللايك وبالتعليق الجميل، وانتظروا مني قراءات جديدة الفترة اللي جاية، واهم حاجة تقولوا لي القراءة عجبتكم ولا لا.